معكم بفيديو جديد عن الطاقة الشمسية. طبعا الفيديو اليوم مكمل للفيديو الماضي اللي هو تكلمنا فيه عن سولار تراكر. الفيديو الماضي تكلمنا عن سنجل اكسس تراكر، حكينا عن انواعه وتكلمنا عنه بالتفصيل. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نتكلم عن دول اكسس تراكر، اجهزة التتبع ثنائية المحور. طبعا قبل بداية الفيديو بتمنى تعملوا لايك للفيديو، وبتمنى تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن القناة. طبعا بداية كنا بنعرف انه بيختلف موقع الشمس بالنسبة للأرض في اليوم الواحد نتيجة انه دوران الأرض حول نفسها، وأيضا طوال العام بسبب دوران الأرض حول الشمس. بالتالي تقدم نظام تتبع ثنائي المحور إنتاجية طاقة أكبر من نظام سينجل أكسس تراكر باستمرار، لأنه يمكن أن يتتبع مسار الشمس مباشرة. وطبعاً نظام أو أجهزة تتبع ثنائية المحور بتنتج طاقة شمسية أعلى، وإنتاج طاقة أعلى بنسبة تتراوح طبعاً من 30 لـ45% مقارنة بالأنظمة الشمسية المائدة أو الثابتة. طبعاً يتم استخدام أجهزة تتبع ثنائية المحور بشكل أكبر في التطبيقات السكنية والتجارية الصغيرة، ولكنها بدأت بالانتشار يعني على مستوى المنشآت الكبيرة من جديد. بلشت هاي الأنظمة يعني تكون أفضل وتكتسح لإنتاجيتها أكبر من الأنظمة الأخرى والأنظمة الثابتة. طبعا بيتم تثبيت كل من هذه المتتبعات طبعا فوق موقع مرتفع لحساب النطاق الأكبر من الزوايا التي سيحصل عليها الألواح المثبتة. طبعا بإمكان الأجهزة تتبع ثنائية المحور استيعاب ما يصل من 20 لوح شمسي لكل جهاز، مع وجودها طبعا بارتفاعات أعلى، ولا يمكن الوصول إلى الألواح بسهولة للتنظيف طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة، ولكن بتوفر تحتها مساحة كبيرة للاستخدام بأغراض أخرى مثل الزراعة أو حتى مأراب للسيارات. ممكن نعمل إكراج للسيارات زي ما احنا شايفين، تكون بارتفاع عالي وتحت فيها مساحة منها يعني كثير كبيرة كويسة زي ما نحكي. وزي ما حكينا كمان بتكون صعبة شوي التنظيف بسبب ارتفاعها. طبعا مع وجودها بارتفاعات أعلى لا يمكن الوصول إلى الألواح بسهولة للتنظيف، ولكن بتوفر تحتها مساحة أكبر للاستخدام في أغراض قلنا الأخرى مثل الزراعة وحتى إنه نعملها إكراج. طبعا تعد هذه التقنية جزءا غير مستكشف إلى حد كبير من السوق، ولكن حلول التتبع الأسطح المنازل بدأت في الظهور أيضا. وتعمل أجهزة التتبع المركبة على الأسطح بشكل يشبه لحد ما عمل أجهزة التتبع ثنائية المحور، حيث أنها بتدور على مسار بنمط دائري في الجزء السفلي من قواعدها، وتعدل زوايا اللوح لمتابعة الشمس بشكل أكثر دقة من أجهزة التتبع ذات المحور الواحد طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة. لكن أنا كنت حاب أفرجيكم فيديو، لكن للأسف فيش فيديو نفرجيكم إياها كاملة. طبعا زي ما احنا شايفين زي ما هو موجود بالصورة، طبعا بتكون بتلف حوالينها بشكل دائري أو بشكل مثلا من أفقي يعني من الأعلى للأسفل، مع بتكون إنها دائرية بتكون بتتحرك زي ما احنا شايفين زي ما هو مبين يعني بالصورة، والقواعد مبينة كيف كمان ارتفاعها عالي. طبعا بتشمل أجهزة التتبع ثنائية المحور على درجتين المحور الدوران، بيطلق عليهما المحورين محور أساسي ومحور ثانوي. طبعا يمكن أن يتحرك المحور الدوران للأسفل أو للأعلى للتكيف مع زوايا الشمس على مدار اليوم. يمكن توجيهه بشكل دقيق وتجعل هذه الأجهزة الألواح الشمسية مواجهة للشمس باستمرار. يعني هاي التقنية أفضل طبعا من عديد الأجهزة التتبع عديد شو اسمه. بعدين تقنية زي ما قلنا بتكون أفضل من تقنية سنجل أكسس تراكر،
لأنها زي ما قلنا بتتحرك بمحور دوران للأسفل أو للأعلى للتكيف مع زوايا الشمس على مدار اليوم، يمكن توجيهها بشكل دقيق وتجعل هذه الألواح الشمسية مواجهة للشمس باستمرار، حيث يمكنها التحرك في اتجاهين مختلفين، يعني من اليمين أو من الشمال، بتكون تمشي بشكل دائري. ومع ذلك طبعا فإن أجهزة التتبع الشمسية هاي أكثر تعقيدا، يعني مش سهلة وتكلفة كمان. ويمكن طبعا تصنيف أجهزة التتبع ثنائية المحور المستندة إلى الارتفاع إلى نوعان، اللي هي توب تيلت وأزيموث وألتيتيود، دي بتكون تصنيفين زي ما قلنا، اللي هو تصنيف توب تيلت وأزيموث ألتيتيود، بتكون نوعين من الارتفاع. وطبعا تعتمد وظيفة أجهزة التتبع ثنائية المحور على محاور رأسية والأفقية، والتي يتم توجيهها طبعا بواسطة جهاز تحكم مماثلة للتلسكوبات الشمسية، التي تعتبر مكلفة للغاية ويقتصر استخدامها بشكل عام على أنظمة الطاقة التجارية الشمسية. كما أنه يتم استخدام التتبع الدقيق لأجهزة التتبع الشمسية ثنائية المحور في التطبيقات الشمسية المركزة، مثل المراية التي توجه مستقبلات ضوء الشمس وتحول ضوء الشمس إلى حرارة، اللي هي بتكون عبارة عن تكون نقطة بتكون متركز حواليها كل الشمس المري. طبعا بيستخدموا برضو هاي التقنية فيها، نفس اللي هي الدول اكسس تراكر، بيستخدموا فيها التقنية لأنه يتبعوا يحصلوا على أكبر أشعة من الشمس اللي يركزوها، عشان يولد اللي يتحول ضوء الشمس إلى حرارة. طبعا اسم هاي التقنية اللي بيستخدموها برضه بيستخدم نفس تقنية الدول اكسس تراكر، اللي هي CSB، اللي هي بيركزوا فيها الطاقة الشمسية، وهي عملية إنتاج طاقة كهربائية عن طريق تحويل طاقة الشمس إلى حرارة شديدة باستخدام تكوينات مرايا مختلفة، إنه بيتم توجيه هذه الحرارة إلى مولد تقليدي. طبعا هسه راح نتكلم عن مزايا نظام التتبع الشمسي ثنائي المحور. أول ميزة تتبع أجهزة التتبع ثنائية المحور الشمس باستمرار وتوفر طاقة ثابتة طول اليوم. ثاني نقطة إنها توفر أجهزة التتبع الشمسي هذه حلا معقولا في حالات قدرة الطاقة المحدودة للاتصال بالشبكة. ثالث نقطة، تحتاج أجهزة التتبع ثنائية المحور إلى مساحة أصغر، وتوفر فرصة لاستخدام المساحة المتبقية حولها لأغراض إضافية، زي ما قلنا نقدر نعمل مثلا في ناس بيقدر يعملوا زراعة، إنه يعمل عملية زراعة فيها، أو إنه يعملوها موقف للسيارات، بسبب زي ما حكينا إنه بكون ارتفاعها لما نيجي نركبها عالي، بسبب زي ما احنا شايفين مبين معنا في الصورة. طبعا رابع نقطة، تولد هذه المتتبعات طبعا طاقة أعلى بنسبة من 45% ل 50% سنويا، مقارنة بمحطة ثابتة بنفس السعة تقريبا. يعني طلعوا قديش حجم الإنتاج تبعها بفرق عن إنتاج محطة ثابتة بزاوية معينة طول السنة. خامس نقطة، طبعا بتوفر أجهزة التتبع ثنائية المحور حل الأمثل للمناطق التي قد تعوق إنتاجية الطاقة الشمسية، التي يمكن أن تكون لها هيكلا معقدا للأرض ونقشا معقدا ونتوءات حجرية وانحدار نحو الشمال وغيرها من المشاكل. وهي المشاكل مرات اللي بنواجهها في الأرضية، اللي بنحط اللي بنثبت عليها الألواح الشمسية اللي تكون ثابتة طول السنة. كثير مشاكل مرات الأرض بتكون أحد المعيقات، أو إنها بتكون منحدرة نحو الشمال، أو فيها نتوشات كثيرة، نتوشات حجرية وفيها كثير احترارة. فهي التقنية عشان بسبب ارتفاعها، وإنه نحن بنتحكم فيها، اللي هي مش نحن بنتحكم فيها، اللي هي عفوا اللي هي عشان إنها بتظلها تلف حوالين أشعة الشمس، فبتكون كثير كويسة هاي التقنية. طبعا آخر نقطة، اللي هي تكون فترة استرداد الاستثمار أقل في حالة أجهزة التتبع ثنائية المحور أيضا، لأنه زي ما حكينا إنتاجيتها عالية، فالمردود تبعها راح يكون أقل بمدة أقل،
راح تكون الأرباح بشكل أكبر. يعني ما دام في إنتاجية بزيادة 50%، من 45 ل 50%، فأكيد في ربح راح يكون مقابله بنفس الرينج تقريبا. طبعا هسه راح نتكلم اللي هي عن مساوئ نظام التتبع الشمسي ثنائي المحور. طبعا تتميز زي ما قلنا أجهزة التتبع ثنائية المحور بتعقيد تقني أعلى، مما يجعل يعني بتجعل هاي التقنية عرضة كثير للخلل، بسبب زي ما قلنا فيها اللي هي هاي التقنية كثير دقيقة، بسبب زي ما حكينا إنه لأنه تتبع مسار الشمس، وهاي الشغلة يعني تقنيا تحتاج لوقت وتحتاج لتقنيات كثير عالية إنه لأخلي هاي الألواح، مش بهالسهولة إنه لأخلي هاي الألواح تتبع مسار الشمس لما تتحرك فوق من، يعني زي ما حكينا شفتوا انتم كيف حركتها، حتى حركتها بتكون دائرية أو من الأعلى لأسفل، لأنه بتتبع الشمس بالتفصيل والدقيقة دقيقة جدا. طبعا هاي المتتبعات لها للأسف عمر أقصر وموثوقية أقل، بسبب إنه زي ما قلنا تحتاج تقنية كثير عالية عشان تتبع الشمس جميع مساراتها. طبعا أداء منخفض هذه التقنية في الطقس الغائم، لما يكون الجو غائم فبكون يعني بكون أداء هاي طبعا بشكل عام في أي نظام شمسي، فبكون أكيد الإنتاجية أقل وأدائها أقل. طبعا راح نتكلم أنا بشكل عام. طبعا تحتوي معظم أجهزة التتبع الشمسي طبعا على ضمانات لمدة 5 سنوات لمحركات الأقراص، وأجهزة التحكم وضمانات لمدة 10 سنوات للقواعد والأساسات. طبعا الشركات بتكفل هاي الشغلة إنه على القواعد والأساسات تبعتها بتكفلها 10 سنوات و5 سنوات للمحركات اللي بتحركها والأقراص وأجهزة التحكم اللي بتخليها تتبع الشمس. طبعا في السنوات العديدة الماضية قامت شركات أنظمة التتبع بإدخال تحسينات تشغيلية على أنظمتها، حيث طورت برامج مراقبة للصيانة الوقائية وتحسين الزوايا يعني لتحقيق أكبر عائد في الطاقة. طبعا تستمر تقنية التتبع في التطور الكبير، مما بيساعدنا ومشجعنا لقدام إنه فعلا نعتمد هذه التقنية ونستخدمها في مشاريع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، يعني نستخدمها في المشاريع. طبعا اللي هي نحن بنعرف هسه في مشاريع كثيرة صارت إنه تستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء، فبنقدر نستخدم هاي التقنية فيها. طبعا هسه راح نتكلم اللي هو عن مستقبل أنظمة التتبع الشمسي. طبعا قدر حجم السوق أجهزة التتبع الشمسي بحوالي 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019، ومن المتوقع طبعا أنه يشهد تركيب سنوي بأكثر من 35 جيجا وات بحلول 2026. طبعا ستؤثر زيادة الطلب على الكهرباء جنبا إلى جنب مع الاستثمار السريع نحو تقنيات الطاقة المتجددة بشكل كبير، راح تساعد على نمو السوق بشكل كبير. طبعا من المتوقع انه تنمو النسبة السنوية للمشاريع التي تستخدم أجهزة التتبع الشمسي، ونحن زي ما احنا شايفين بشكل عام الأنظمة الشمسية هسه نحو يعني نمبر ون، هسه الكل قاعد بيعتمدها، قاعد بيستخدمها حتى في الأجهزة الصغيرة، في كل شيء هسه قاعدين في تطور كبير كبير عن السابق في أنظمة الطاقة الشمسية، وعن الإقبال كثير عليها. طبعا وزي ما حكينا في انه متوقع انه تنمو النسبة السنوية للمشاريع التي تستخدم أجهزة التتبع الشمس مقارنة بالأنظمة الشمسية ذات المالية أو الثابتة في المشاريع الكبيرة اللي أكبر من 1 ميجا وات إلى 40% بحلول 2023. طبعا بتعد البرازيل من الدول الرائدة باستخدام أنظمة التتبع الشمسية، حيث أنه بلغت نسبة استخدام أنظمة التتبع الشمسية في مشاريع المنشآت الخدمية حوالي 80% في عام 2019، وشكلت نسبة المشاريع التي تم استخدام هذه الأنظمة فيها ما يتجاوز 50% في نفس العام.
طبعا إن قدرت أجهزة التتبع الشمسية طبعا عن إنتاج الكهرباء أكثر من نظيرها الثابتة، وزي ما حكينا إنتاجية أكبر بأجهزة التتبع زي ثنائية المحور، وإنتاجية أكبر وأرباح أعلى واستثمار كبير صراحة، مما إنه بيجعلنا نعتمدها وتكون أكثر إمكانا، مما يعزز طلبها حتى في السوق طبعا. وشاهد حتى استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم نمو بارز بسبب التصنيع السريع والتحضر، كما أدت المخاوف المستمرة تجاه إنه زيادة انبعاثات الكربون إلى جانب إدخال سياسات وخطط مواتية لزيادة حجم السوق تقنيات الطاقة الشمسية، بسبب إنه انبعاثات الكربون صار إقبال كثير ومخاوف من انبعاثات الكربون، فصار يتجهوا نحو أنظمة الطاقة الشمسية. طبعا هسه راح نتكلم عن أهم 10 موردين لأجهزة التتبع الشمسية. طبعا أهم 10 موردين طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل بوضح الـ10 الأوائل لأنظمة التتبع الشمسية في عام 2018، ويزداد زاد حجم الشحنات لها عام طبعا بعد عام، يعني هسه نحن 2021، فأكثر راح تكون لأنه لحد هسه ما طلعوا إنه إحصائية إلها. طبعا تصدرت شركة نيكست تراكر السوق العالمي للسنة الرابعة على التوالي بنسبة 29% من إجمالي الشحنات على مستوى العالم، واحتلت أراي تكنولوجيز أري تكنولوجيز ثاني أكبر مورد في السوق للمرة الثانية على التوالي، ويليهم بي بي هاردوير وارتكس سولار وسولتك، دول اللي احتلوا طبعا مراكز كثير عالية اللي هي نكست تراكر واري تكنولوجيز بي بي هاردوير. دول كان طبعا أقوى الشركات في تصنيع وتوريد واستيراد اللي هي أنظمة التتبع الشمسية. طبعا وبهيك انتهى الفيديو، شكرا على وقتكم الثمين، بتمنى منكم انه تعملوا لايك للفيديو وتكتبونا كومنت حلو، وتكتبونا شو حابين نعطي او نعمل فيديوهات لشغلات انتم مثلا حابين نحكي عنها. وشكرا لكم كثير، وبتمنى تعملوا اللايك للفيديو ليوصل، وتعمل مشاركة ليوصل لأكبر عدد ممكن، والسلام عليكم.